كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير ورأي صائب، ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. تنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، وأقبلت العطايا. The next word. Teacher, I can. كتب. Very good. Teacher, I also can. ك فتحة ك، ت فتحة ت، كت ب فتحة ب، كتب. Excellent. To know the difference between the two readings, watch this video with teacher Shaima Bach. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, my students? Welcome in Quran class. My name is Shaima Bah. I am Quran teacher. Today, inshallah, it's a quiz. Spelling exercises. Tadribatun ala tahajji. I will test your knowledge about the two types of spelling. Spelling by tongue, tahajji lisan, and spelling by eye, tahajji nazar. This video is for Arab teachers, معلمي ومعلمات الأعاجم, and foreign students, الطلاب الأعاجم. So please, I will use two languages in this video, Arabic language and English language, اللغة العربية واللغة الإنجليزية. Let's start with Arabic language. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بكم جميعا في هذا البث المباشر. أنا سعيدة جدا بلقائكم. بارك الله في أوقاتكم ونفع الله بي وبكم.
اليوم إن شاء الله سندرس معا إحدى موضوعات النورانية التي درسناها معا في كورس النوراني المجاني لتعليم الأعاجم. الموضوع الذي اخترته لكم وهو التهجي سبيلينج. تتوقعون لماذا اخترنا هذا الموضوع دونا عن باقي مواضيع النورانية؟ ها، سؤال لكم، ليه اخترنا الموضوع ده دونا عن باقي مواضيع النورانية؟ ليه؟ طبعا نستخدم اللغتين العربية والمصرية هنا الحديثة. لكي نعرف ذلك لابد من النظر إلى مراحل تدريس النورانية عشان نعرف ليه استخدمنا، ليه اخترنا الموضوع ده ودونا عن باقي المواضيع. لابد من النظر إلى مراحل تدريس النورانية فلنتذكر معا تلك المراحل. قلنا في مراحل تدريس النورانية أنها 6 مراحل. في البداية يتعرف الطالب على عدد الحروف العربية ويأخذ فكرة بسيطة عن أشكالها، ها؟ أسماء الحروف وأشكالها، أصوات الحروف، همزة الوصل دراسة تمهيدية لدراسة لام التعريف، الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية، المدود الفرعية التي تمد أكثر من حركتين، الواجب المتصل والجائز المنفصل والمد اللازم. أين يقع التهجي؟ أين يقع التهجي؟ أخبروني أين يقع؟ يعني تتوقع التهجي يكون فين في الـ6 مراحل دول؟ ممكن يكون فين؟ سؤال ليكم، ممكن تكتبوا لي التهجي أين يقع؟ أدرسه إمتى؟ هل أدرسه بعد ما الطالب يتعرف على إن في 28 حرف في اللغة العربية ويعرف أسامي هذه الأحرف ويعرف أشكالها في أول الكلمة ووسطها وآخرها؟ ولا إمتى؟ بعد أصوات الحروف ولا بعد همزة الوصل؟ ولا إمتى أدرس التهجي؟ هنا التهجي هنا بعد دراسة أصوات الحروف. أصوات الحروف يعني الطالب يدرس الفتحة short vowels والفتحة ضمة كسرة short vowels واللونج vowels بالسكون والشدة والتنوين، خلصهم يبدأ يدرس التهجي. يعني احنا كل مرحلة من دول طبعا بتأخذ وقت في تدريسها للطالب الأعجمي. بداية بتعرف على عدد الحروف العربية ويأخذ فكرة بسيطة عن أشكالها، يعني يعرف الحروف المتشابهة نطقا متشابهة كتابة، يتعرف على اسم كل حرف وشكله في وسط الكلمة in the beginning of the word in the middle at the end في وسطها في نهايتها، وعلى صوت هذا الحرف. ثم ينتقل إلى بعد أن أتقن الطالب المرحلة الأولى ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي دراسة كل حرف على حدة. كل حرف بقى يدرسه كويس أوي، مخلصش الألف غير ما ننتقلش للباء غير لما نتقن الألف، نتقن الباء ننتقل للتاء وهكذا. ثم ننتقل إلى أصوات الحروف، طبعا كل صوت الطالب يدرسه بدقة وعناية، ولا ننتقل إلى الصوت التالي قبل أن نتقن الذي قبله. يعني خلصنا الفتحة short vowels، الطالب عارف يعني إيه فتحة، شكلها إيه في المصحف، قلنا إن هي small slash above the letter. بدأ يجيب الحروف اللي اتعلمها بقى، خلاص اتعلم هو الحروف، يجيب الألف عليها فتحة تبقى آ، ب، فتحة ب، ت، فتحة ت، ت، فتحة س. عرف أصوات كل الحروف في حالة الفتحة، بنبدأ نركب له الحروف جنب بعض زي قارة. طبعا الطالب المفروض أتقن إن هو عارف شكل الحرف في أول الكلمة ووسطها وآخرها، فيبدأ يركب الحروف مع بعض ويبدأ يطلع كلمات فيها فتحة بس من المصحف. أتقن ذلك ينتقل للضمة، أتقن ذلك ينتقل للكسرة، وهكذا في كل الأصوات. مرحلة التهجي تأتي هنا بعد دراسة كل الأصوات الشدة والتنوين والسكون وكل ذلك يأتي التهجي. التهجي هو الهدف من دراسة النورانية، هو الهدف. هدف من دراسة النورانية هو القراءة من المصحف بدون لحن جلي. هذا هو الهدف من النورانية، قراءة من المصحف قراءة سليمة بدون لحن جلي. يعني لحن جلي يعني أنا أغير الحركات أو أجيب المفخم مرقق، زي مثلا قل أقولها مثلا كل بالكاف، أو أقولها مثلا من غير إتمام صوت الحركة، قاف ضماقه أقولها كو 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 كو. لا،
ينفعش. أعوذو أعوذو، صفات الحروف تبقى مختلفة. كل ده المفروض احنا بنعالجه في تعلم في تعليم الطالب الأعجمي النوراني. قبل أن نبدأ التدريبات، هيا نراجع معا أنواع التهجي. اليوم ليس يوم شرح درس التهجي، لا لا، درس التهجي خلاص تم شرحه في كورس النوراني. اليوم يوم التدريبات. التدريبات طبعا مهمة، المفروض كل درس يتبعه تدريبات. ليه؟ التدريبات دي مقياس ماذا تعلم الطالب، ماذا تعلم الطالب. فلما اديله تدريبات لازم هيعرف هو تعلم ايه. حتى في اللغة العربية نجد ان اي درس من الدروس التي تدرس في الكتب المدرسية لابد ان يتبعه تدريبات. كذلك مع الطالب الاعجمي، كل درس يتبعه تدريبات. اليوم ان شاء الله سنتعرف على كيفية وضع هذه التدريبات للطالب الاعجمي، وعلى ماذا نركز عند وضع تلك التدريبات. وفرصة جيدة طبعا لاختبار معلوماتنا حول التهجي. هيا نراجع معا أنواع التهجي. احنا قلنا ان في 3 أنواع للتهجي. number one spelling by tongue، تهجي اللسان. number two spelling by looking، تهجي النظر. number three syllabic spelling، التهجي المقطعي. بالنسبة ل spelling by tongue، قلنا معناه ايه؟ يعني ايه spelling by tongue؟ تهجي اللسان قلنا معناه ايه؟ تذكرون؟ ها؟ ما معنى تهجي اللسان؟ dividing a word according to its letters، يعني تقسيم الكلمة حسب حروفها. أقسم الكلمة حسب حروفها، يبقى ده كده اسمه تهجي اللسان spelling by tongue. زي أخ را ج، طبعا مش تهجي اللسان مش كده. ألف فتحة خاء سكون أخ، را فتحة را، جيم فتحة ج، أخرجة. يعني نعرف الطالب إن إحنا في spelling by tongue تهجي اللسان لازم نركز على 3 حاجات. أولا the name of the letter، اسم الحرف. ثانيا the vowel of the letter، حركة الحرف. ثالثا the sound of the letter، صوت الحرف. فبنقول ألف فتحة آ، ده كده تهجي لسان. تهجي النظر keep reading continuously without interruption and without mentioning the letter and its vowel، يعني الاحتفاظ بالقراءة من بدون تقطيع، يعني القراءة المسترسلة دون ذكر الحرف والحركة. طبعا هذه هي القراءة هي المطلوبة، هي ده الهدف، ان انا اقرا اقول في الاخر قل اعوذ برب الفلق، مش هقول قاف ضمه لام سكون قل، مش هقول كده. spelling by looking. النوع الثالث من التهجي وهو syllabic spelling، التهجي المقطعي. part of a word and this part may be a letter two or three letters. the syllable المقطع، the syllable هذا هو تعريف المقطع، جزء من كلمة، وهذا الجزء قد يكون حرفا أو حرفين أو 3. And in the syllabic spelling we pronounce syllable by syllable، يعني في التهجي المقطعي ننطق الكلمة مقطعا مقطعا. فبنقول أخ را ج، ده كده تهجي مقطعي. تهجي مقطعي أنا بقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية. طبعا بقى أنواع المقاطع الصوتية وأمثلة، كل ده هتلاقوه إن شاء الله في فيديو المقاطع الصوتية في الكورس اللي إحنا أخدناه مع بعض. واللي ما حضرش الكورس هيجد المادة العلمية على التليجرام. كل من يرغب في معرفة المعلومات كاملة عن التهجي وكيفية تدريسه للأعاجم فليرجع إلى المحاضرات على التليجرام، وسيجد فيديوهات التهجي هنا على القناة، وسأترك لكم الروابط في صندوق الوصف. بفضل الله قمنا بعمل ريفرش للمعلومات. هيا نقوم بعمل تيست دلوقتي، هنبدأ مع بعض نعمل تيست. بس يا ريت قبل ما نعمل التيست لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الإعجاب طبعا إن انتوا تعملوا لايك. ليه بقى بنقول لكم اعملوا لايك؟ في كورس النوراني طول الوقت ننزل فيديو لكم اعملوا لايك، اعملوا تفاعل. ليه؟ لأن ده بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يبقى في قناة على اليوتيوب عشان تنجح لازم اللايكات تبقى كتير،
تعليقات كتير، انتشار كل تهيئة على القناة خليها تتصدر، تتصدر يعني تنتشر، تبقى موجودة على اليوتيوب بنجاح. كل ده لو ما تحققش تبقى القناة دي مع الوقت ناسيا منسية، تتنسي خلاص وتتقفل ومش هيبقى ليها. طبعا احنا مش عايزين ده لقناتنا، احنا عايزين النجاح من هذه القناة. فياريت الكل اللي بيشاهد يبدأ يعمل أول حاجة، لو مش مشترك يشترك اشتراك، يبدأ يعمل لايك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ابتداء من هذه النقطة سأعود للتحدث باللغة الإنجليزية. ليه بقى؟ لأن القادم تدريبات على التهجئ لتقييم علامات الطلاب الأعاجم، عشان طلاب الأعاجم الطلاب الأعاجم الموجودون معنا في هذا البث، أو بعد ذلك سيشاهدون هذا الفيديو يستفيدوا. القناة أولا كانت معمولة أصلا للأعاجم، والحمد لله بدأوا يستفيدوا منها، بدأوا يبعتوا رسائل يعني مدح، بتقول إن هم استفادوا لله الحمد. وبعد ذلك بدأت إن إنها بتنفع بقى للي عايزين يعملوا في مجال الأعاجم، أو العاملين أصلا بالفعل في مجال تعليم الأعاجم. ويفيد المعلمين والمعلمات في التعرف على كيفية صياغة السؤال. والأهداف المرجوة من هذه المحاضرة هي: أولا التعرف على كيفية عمل أسئلة عن كل نوع من أنواع التهجئ. إحنا قلنا في 3 أنواع للتهجئ، إن شاء الله من المحاضرة دي هتعرفوا إزاي بعمل أسئلة لكل نوع، إزاي بحط أسئلة لسبيلنج باي تانك، سبيلنج باي لوكينج، سيلابك سبيلنج، كيفية صياغة السؤال. والحاجة الثالثة جوانب تعكس مدى تعلم الطالب لابد ألا نغفل عنها. لما أجي أحط أسئلة لازم أركز في 4 حاجات: theoretical knowledge المعلومات النظرية، أختبر معلومات الطالب النظرية، reading skills المهارات القرائية، listening skills المهارات السمعية، and writing skills المهارات الكتابية. ال4 مهارات دول وأنا بدرس للطالب أركز فيهم، وأنا بحط اختبار للطالب أركز فيهم، وأنا بحط مراجعة للطالب أركز فيهم. المهارات دول اتنموا يبقى كده التعليم ناجح، تعليمي أنا للطالب ده تعليم ناجح. المهارات دي ما اتنمتش يبقى تعليم ناقصه حاجة. قبل بقى ما نستمر طبعا ما تنسوش اللايك والكومنت، احنا مع بعض لايك وكومنت. بعد ما الفيديو بقى ان شاء الله يخلص ممكن تبقوا تعملوا بقى الشير لو عايزين تشيروا لأي حد. سبسكرايب هو طبعا تفعيل الجرس. نبدأ بقى، نبدأ. I'll test your knowledge about the spelling. التهجي. Are you ready? Number one, spelling by tongue. تهجي لسان. I'll test your theoretical knowledge, listening skills, reading skills by 3 questions. Number one, true or false. Number two, read the next words, use spelling by tongue. Number three, match the sound to the right spelling. Let's start with test your theoretical knowledge. اختبر مهارات معلوماتك النظرية. Number one, true or false. I will ask you 3 questions to test your theoretical knowledge. Number one, the tongue spells means not to mention the letter. تهجي اللسان معناه عدم ذكر الحرف. The tongue spells means not to mention the letter. صح ولا غلط؟ True or false? True or false? ها؟ spelling by tongue means the name of the letter, the vowel and the sound. Mention, not to mention the letter? No, it's false. المستقيم. This word has 8 letters. True or false? المستقيم. How many letters? It's 8. Yes, it's true. Pronounce the word at the stopping point the same as pronouncing it at continuing one. نطق الكلمة في الوقف مثل الوصل. Example: الحمد لله رب العالمين.
طبق من العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. The same stopping وصل وقف. The same. No, it's wrong. It's wrong. Now I will test your listening skills. سأختبر مهاراتك السمعية about the spelling by tongue. Number one. Match the sound to the right spelling. صل الصوت بالتهجئة الصحيح. Please listen. لام فتحة لا، ها فتحة ها، لها با كسرة تام، بن لها بن. Which one? The first one. Number two. زاي فتحة زا، را فتحة را، زرا. عين فتحة عا، زرعة. Which one is زرعة؟ Yeah, this one. قاف فتحة قا، را فتحة را، قارا. همزة فتحة آ، قارا. Which one is قارا؟ قارا. This one. Very good. I'll test your reading skills. سأختبر مهاراتك القرائية. Please read the next words. Use spelling by tongue. اقرأ الكلمات التالية مستخدما تهجي اللسان. Number one. Please read spelling by tongue. Huh. Can you read? Yes. لام فتحة لا، ها فتحة ها، لها. با ضمة تام، بن لها بن. Very good. Try to read spelling by tongue. Ha, try. Please try. Hamza fatha ghain sukun agh. Ta fatha ta agh ta. Sheen fatha sha agh ta sha. Excellent. Try to read. Please try. Hamza fatha ra sukun ar. سين فتحة ألف مد سا أرسى. ها فتحة ألف مد ها أرساها. Very good. Please try to read. Use spelling by tongue. Can you read? قاف ضمة لام سكون قل. همزة فتحة عين سكون. همزة فتحة آ. عين ضمة واو مد عو أعو. ذال ضمة ذو أعوذ. باء كسرة بي. را فتحة با سكون رب بي رب. با كسرة نون سكون بن. نون فتحة ألف مد نا. سين كسرة سي برب الناس. قل أعوذ برب الناس. Let's go to the second type of spelling. It's spelling by looking. تهجي النظر. Start with theoretical knowledge. معلومات النظرية. أو test your theoretical knowledge. سأختبر معلوماتك النظرية. Number one. True or false. I will ask you four questions. Number one. The alphabet has 28 letters. True or false? Please tell me. True or false? The alphabet has 28 letters. True or false? It's true, yes, out 28. ذال precedes خاء. حرف ذال يسبق الخاء. ذال جيم حاء خاء دال ذال. جيم حاء خاء دال ذال. Which one is the first? خاء precedes ذال. Not ذال, ذال precedes خاء. It's wrong. It's false. ضرب. The vowel of letter ضاد in this word is فتحة. True or false? The vowel of da, da, ba, ba, yes, it's a fatha. True.
ضاد مفتوحة. Yes, it's true. سؤيلة: The vowel of letter C in the word is كسرة. It's كسرة. سو it's كسرة. No, it's ضمة. That's false. Now I will test your listening skills about the spelling by looking. تهدي النظر. This matches the sound with the correct one. صل الصوت بالتهجي الصحيح. خاشية. Which one is خاشية؟ Yeah, this one. سأل. Which one is سأل؟ Yes, this one. أذينا. Which one is أذينا؟ Yes, this one. ضريبة. Which one is ضريبة؟ Yes, this one. كتب. Which one is كتب؟ Yes, this one. Read and recall. Read and recall. Please try to read. Use spelling by looking. تهجي النظر. Can you read? Please try to read. Huh? Can you read? Yes. سيصلى نارا ذات لهب. Okay, good. Very good. It is سيصلى, not سيصلى. لا, no. Lamb is light, not heavy. سيا, not يا. سيصلى. Okay. ذات, take care. It's ذا. ذات, not ذات. Okay. Please try to read. Can you read? Yes. ومن شر حاسد إذا حسد. Very good. But please take care. It's not ومن شر, no ومن. Complete the كسرة. It's ومي. ومن شر ش, not ش. شين has light sound, not heavy. Not ش ش, no. It's ش. ومن شر حاسد إذا حسد. حسد. Don't forget the vibration in there. Can you remember the vibration letters? قل بجد. قاف طا با جيم دال. حسد. Okay. Huh, please try to read. Can you read? Yes. لكم دينكم ولي دين. Good. But please take care. It's not لكم. لكم. No cool. It's not long, short vowel dhamma. Lakum, lakum. Dinukum. Din, not dinukum. Dinukum. Make long sound with two beats. Madhuriz, yeah. Dinukum. Not din, no. It's nu, nu, nun dhamma, nu. Dinukum, waliyadin. Not wali, it's waliya. Ya has fatha, waliyadin. Good. Let's go to the third type of spelling. It's a syllabic spelling. التهجي المقطعي. I will test your theoretical knowledge, reading skills, and listening skills. Let's start with theoretical knowledge. المعلومات النظرية. Please tell me true or false. Number one. لم. The word has two syllables. Lam. One syllable or two? Two syllables. True or false? Lam. No, it's one only. Lam. That's false. The double consonant letter mushaddad is set into a syllable by itself. الحرف المشدد يوضع في مقطع بمفرده. Huh? True or false? إن. One syllable? No, it's إن. نا. Two syllables. That's wrong. It's false. The elongation letter and the vowel letter before it are one syllable. True or false? حرف المد والحرف المتحرك قبله مقطع.
elongation letter and the vowel, the letter before it, are one syllable. Like ma. Yes, it's true. Good. The second letter and the letter after it are one syllable. Second letter? True or false? Huh? Can you tell me true or false? It's false. No. A syllable should start with the second letter. المقطع يبدأ بحرف يبدأ بحرف ساكن. True or false? Second letter? No. Wrong. Now I will test your listening skills about the syllabic spelling. التهجي المقطعي. سأختبر مهاراتك السمعية. Match the sound with the correct one. صل الصوت بالتهجي الصحيح. نزلا نزلا. Which one? Yes, this one. If con, if con. Which one? This one. Sururun, sururun. Which one? Yes, this one. Sa'ada, sa'ada. Which one? Yes, this one. General questions about the types of spelling. أسئلة عامة على أنواع التهجي. The three types. Number one, I will test your theoretical knowledge. True or false? Please tell me, true or false? Tongue spelling is to read the word letter by letter. تهجي اللسان أن تقرأ الكلمة حرفا حرفا. True or false? أخرج. همزة فتحة خاء سكون أخ. True or false? True. Spelling by looking is like the tongue spelling. تهجي اللسان مثل تهجي النظر. True or false? No, it's false. Syllabic spelling is the division of a word in two syllables. التهجي المقطعي هو تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية. True or false? Yes, it's true. We always stop at the end of a word with a fatha. نقف على نهاية الكلمة دائما بالفتح. True or false? At the end? الحمد لله رب العالمين. We stop with fatha? No, we stop with sukun. That's false. The letter with sukun and the following it are one syllable. الحرف الساكن وما بعده مقطع. ساكن. Forward, no, before it, not forward. That's false. Yes, تسخيرون. The letter seen is vowel. True or false? Yes, تسخيرون. Seen has سكون, no vowel. It's wrong. False. P. The word has one syllable. One syllable, كلمة بمقطع واحد. Yes, true. Now I will test your listening skills about the three types of spelling. المهارة. سأختبر مهاراتك السمعية. Listen and arrange the letters of a word. استمع ثم رتب حروف الكلمة. معاجزين. Which one is the first letter? Yes, مو. ع. جي. Yes. سي. نعم. معاجزين. Very good. فقضاهن. Where is the first letter? The first letter is where? Yes. Fa, the first one. Qa, qa, qa. Where is qaf? Qaf, qa, qa. Yes. Qa. Da, da, da. Where is da? Yes. Da, madriza ref. Yes. Hu, hu, hu. Yes. Hunna. Yes. Faqadahunna. Very good.
read then choose the suitable sound for it. اقرأ ثم اختر الصوت المناسب لها. Please listen. Read. Okay, listen. لا إله إلا الله ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا يوسف. Which one is correct? Suitable sound, which one? Yes, لا إله إلا الله. شهد الله شرع لكم من الدين شاكرا لأنعمه. Which one is correct? Yes, شرع لكم من الدين. لسه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. واذكر الله في أيام معدودات واذكر ربك في نفسك. Which one is correct? Yes, واذكر ربك في نفسك. This lesson. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لظلوم كفار. هل أتى على الإنسان؟ Which one is correct? Yes, إن الإنسان لظلوم كفار. Good. Listen. والعصر والفجر والضحى. Which one is correct? Yes, well asked. Now I will test your reading skills. اختبر مهاراتك القرائية about the three types of spelling. Please try to read. Huh, try to read. Read means spelling by looking. Huh, can you read? Yes. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Okay, it's fatah, not fatah. Fatah, no. Fatah. Fa is light, not heavy. Fatah, ba. Please try to read. Yes? رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. It's ra, ra. Ra heavy. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. Please try to read. Can you read? Yes. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا. But please take care. It's not أَخْطَأْنَا. No, it's A, not A. أَخْطَأْنَا. نون, همزة, are light letters, not heavy letters. لا تؤاخذنا. This is mad فرعي. لا تؤاخذنا. Long sound is for beats. إن نون مشدد. إن نسينا أو أخطأنا. Okay, please try to read. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, it's not غَ 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 no. غَيْن is heavy, heavy letter, not light. Because it's from the قصة ضغط انقاذ. غَ غَ not غَ. غَيْرِ الْمَغْ مَ ميم not مَغْ. مَغْ no, مَغْ is wrong. مَغْ مَغْ مَغْ. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ضَاد heavy. ضُ 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 ضُوبِ بي. Not غير المغضوب, not سكون, it's كسرة. مغضوب بي. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضعف مشدد. It's مد لازم. Long sound with 6 feet. ولا الضالين. Now we will learn how to make a quiz. كيفية عمل اختبار للطلاب الأعاجم. Okay. To make a quiz, please write the time of the quiz, the number of questions, and mention that
theoretical knowledge, listening skills, reading skills, writing skills. Because this lesson is about tahaji, no writing skills. Okay? Let's start with theoretical knowledge, al-ma'rifa al-nadhariya. First section, theoretical knowledge. Number one, fatha is a small diagonal line above a letter for pronunciation with open mouth. الفتحة شرطة صغيرة مائلة فوق الحرف للدلالة على فتح الفم عند النطق. True or false? Please tell me, true or false? Can you tell me? Yes, it's a true. Right, right, please write. Sukun is a small circle in the spelling drawing, but a small hit of sheen in the Osmani drawing. السكون دائرة صغيرة في الرسم الإملائي ورأس شين في الرسم العثماني. It's a small circle in drawing. It's spelling drawing, yes, that's correct. But small head of sheen in Osmani drawing, it's wrong. It's small head of ha. No, okay, that's wrong. كسرة is a small diagonal line placed below the letter to lower the go during the pronunciation. الكسرة شرطة صغيرة مائلة توضع أسفل الحرف للدلالة على خفض الفك عند النطق بالحرف. True or false? Like E, B, C. Okay, it's true. Dhamma is a small vowel placed above the letter to indicate that the lips should be rounded while pronouncing. الضمة واو صغيرة توضع فوق الحرف للدلالة على ضم الشفتين عند النطق بالحرف. It's u bu su do like this. Okay. That's true or false? True. Number two is the second section, listening skills. I'll test your listening skills. The sound of vowel is Dhamma. Which one is correct? Ba. Bu, B. Which one is correct? Ba, bu, B. Huh, which one? Yes, it's Dhamma, bu. It's bu. Okay. Please look at the word. Maqarabatin yudarika ita'amun. Which one is correct? Yes, ita'amun. Please look at the word. يسعى يدريك مثلها. Which one is correct? Yes, يدريك. Please look. أكل وقضى ضرأ. Which one is correct? Yes, it's أكل. Reading skills. I will ask you two questions to test your reading skills. Please show the place of the colored letter. At the beginning, which words have the colored letter at the beginning? Which one? Yes, basata. And irama. Yes, basata and irama. In the middle, which one in the middle? Makarabatin, furushin, khabirin. Yes, makarabatin, furushin, khabirin. Which one at the end? Wajada. إبلي الطعام. Yes. أصلح. Please choose the correct sound. أصلح. Which one is أصلح? أصلح. أقرب. Which أقرب? Which one is أقرب? Yes. فهم. What is فهم? Yes. أنزل. Which one is أنزل? Yes. أنزل. Writing skills. No writing skills. Listen and this arrange the letter of a word. This is letters. Try to make a word. La, ri, ya, tan. La, ri, ya, tan. Yes? La, ri, ya, tan. Okay? Fakubukibu. Try to find the letters for this word. Which one is the first letter? Yes. Fa. Okay? Fu. Fuba. Fakuba, he, who, Fakuba, people, yes, Fakuba, people, be more sighted.
Try to find the letters for this word. Yes. E, mu, sa, sai, si, re. بمسيطر. Very good. المقتسمين. ال مو ت سي مين. المقتسمين. Yes, المقتسمين. Good. وثاقة. Try to find the letters. و ت ق هو. وثاقة. Yes. You finished the quiz. Very good. Congratulations. Excellent. I am proud of you. My dear students, please I will stop speaking English and speak Arabic to tell Arab teachers some information, okay? Okay. Thank you for watching. Please don't forget to make like, share, and subscribe. Okay. نختم لقاءنا بلغتنا العربية. أتمنى أن تكونوا استفدتم من اليوم وتعرفتم على كيفية عمل التدريبات للأعاجم، ولاحظتم أن الباوربوينت مهم وأساسي في عمل التدريبات. ماذا بعد كورس النوراني؟ ماذا بعد كورس النوراني؟ من درسوا معنا كورس النوراني في منصتنا، ماذا بعد هذا الكورس؟ هذا السؤال، اكتبوا لي ماذا بعد كورس النوراني؟ بعد أن درستم النوراني ماذا ستفعل؟ ها، ما نيتكم؟ كيف ستتوجهون بعد كورس النوراني؟ قولوا لي. نعم. أتابع قراءة ما كتبته. نعم نعم نعم. حسنا. عمل العلم النوراني لتعليم الأعاجم علم به لغة، لذلك يحتاج إلى ممارسة، وهذه الممارسة تتحقق ب أولا التطوع في إحدى شركات تعليم الأعاجم، يعني اللي درس علم النوراني لتعليم الأعاجم لا يكفي أن يأخذ العلم فقط، لا، مباشرة يتعلم، يمارس، يتطوع في إحدى شركات تعليم الأعاجم، يبدأ يعلم ما درسه للأعاجم، فتحة ضمة كسرة على الحروف العربية وكيفية توصيل شكلها اسمها وغير ذلك، العمل في إحدى الشركات بأجر. إذا سبق له التطوع وهو أصلا معلم أو معلمة قرآن وتجويد للأعاجم، تبدأ العمل في إحدى الشركات بأجر. للنجاح في مجال تعليم القرآن وتجويد الأعاجم لابد أن تكون ملما بالعلوم التالية. العايز ينجح في المجال دوت لابد أن يلم بالعلوم التالية. ما هي العلوم؟ أولا النورانية. النورانية طبعا بالإنجليز وليس باللغة العربية، لأننا سنعلم أعاجم. التجويد الأساسي، الزوم، الباوربوينت، التجويد المتقدم. هذه العلوم لابد من التعرف عليها. بالنسبة للتجويد المتقدم والنورانية، التجويد الأساسي طبعا من سيعلمهم باللغة الإنجليزية لابد أن يكون سبق له وتعلمها باللغة العربية. مفروض قبل ما أعلم، قبل ما أتعلم التجويد بالإنجليزي أو النوراني بالإنجليزي أو التجويد المتقدم بالإنجليش، لازم أكون أصلا درستهم بالعربي ودرستهم، مش لسه هتعلم بالانجليش وهبدأ أدرس. ليه؟ لأن في حاجة اسمها خبرة. المعلم اللي بيدرس بقاله سنين تجويد ونوراني أو المعلمة أكيد عنده خبرة ويعرف الأخطاء اللي الطلاب بيقعوا فيها، أكثر الأخطاء شيوعا، إزاي نتفادى الأخطاء، كل ده عرفه خلاص، خد الخبرة في العربي، هيبدأ بقى يدرس بالإنجليزي عشان يبدأ يدرس الأعاجم، وهو في طريقه في تعليم الأعاجم يبدأ ياخد خبرات جديدة بقى، ازاي الكلام اللي كان الخبره اللي خدها بالعربي يبدا ازاي يعبر عنها بالانجليزي، دي حاجات هياخدها وهو في طريق تعليم الاعاجم. خلاصه القول بقى، الخلاصه لكي اصل الى معلم قران وتجويد للاعاجم محترف
وناجح في مجالي لابد ان امر بالمراحل التاليه عشان اوصل اني اكون معلمه او معلم قران وتجويد العجم كده ناجح وشاطر، والشركات يعني اللي بشتغل فيها بتعترف بذلك المفروض، والطلاب اللي بديهم معترفين بذلك، حاسين ان الحصه شيقه بيشتاقوا لها، ولو سابوني وراحوا لغيري هيحسوا ان هم خدوا حاجه مش ضيعوا وقت معايا. عشان اوصل بقى للاحتراف ده المفروض ايه؟ المفروض اعدي بمراحل. اول مرحله وهي تعلم علم النوراني والتجويد الاساسي والتجويد المتقدم باللغه العربيه، دي اول مرحله. يعني عشان اوصل لازم اعدي، اول حاجه اكون اتعلمت الحاجات دي باللغه العربيه، ثاني حاجه لديك خبره في تدريسه للعرب، مش اتعلم بس، ما ممكن يكون متعلم جديد يعني يكون لسه طالب، المفروض اتعلم وقعد له مثلا سنة سنتين ثلاثة وهو بيعلم العرب، بيعلم باللغة العربية هو اتعلم. الوصول إلى مستوى جيد جدا على الأقل في اللغة الإنجليزية، يعني أنا مستواي في الإنجليزي المفروض يكون مثلا على الأقل شيء جيد جدا عشان أدخل أدرس الكلام ده بالإنجليزي. تعلم علم النوراني والتجويد الأساسي والتجويد المتقدم باللغة الإنجليزية، أتعلم بقى العلوم دي اللي أنا كنت درستها بالعربي ودرستها دي أتعلمها بقى بالإنجليزي. أخذ الخبرة من خلال التطوع في إحدى شركات تعليم العادي، المفروض أخذ خبرة طبعا، تعلمت بقى بالإنجليزي أبدأ أتطوع. ليه تطوع؟ ليه ما أخشش على طول على الشغل؟ لأن لازم في خبرة باخدها برضه في التطوع، زائد إن الشركات بتخبر الأخطاء في التطوع لكن مش هتخبر الأخطاء في الشغل. جعل الحصة تفاعلية من خلال برامج زوم الباوربوينت، طبعا يستحسن المعلم يكون ملم بهذه العلوم عشان الحصة تبقى تفاعلية، زي ما انتم شايفين الحصة دلوقتي يعني العرض الأونلاين يعني عرض، بعرض حاجات على الشاشة، كنت أعرض ألوان، أعمل حركات، أعرض أصوات، كل ده بيخلي الحصة تفاعلية. طبعا كل ما نوعت في تشغيل الحواس، حواس اللي قدامي، حواس سمعية، حواس بصرية، كل ما أنوع في الحواس خلي أشد حواس أكتر، كل ما الحصة كانت أكثر فائدة. أرى أن هذا البث فرصة جيدة للتعرف على أنشطة منصتنا، هي منصة قرآني. طب أنتوا كده عرفتوا الحمد لله حاجات كتير من خلال هذا البث. طب أنتوا أكيد بتقولوا طب المنصة بتاعتكم هتفيدنا في إيه؟ هنقول لكم هتفيدكم في إيه دلوقتي. قبل أن أخبركم بأهم أنشطة منصتنا، لما أقول لكم أهم الأنشطة عندنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، لا تنسوا، تمام؟ كله خلاص عمل لايك اشترك، نتوكل على الله نكمل. طب أولا يسرنا أن نعلن لكم أن منصتنا منصة قرآن تم فتح فرعين للدراسة بها، الفرع الأول هو تدريب معلمات القرآن والتجويد للأعاجم، الفرع الثاني تدريس القرآن والتجويد والنورانية باللغة العربية. يعني احنا هنعمل فرعين، بالنسبة لفرع العاجم به مفاجأة سارة وهو به قسمان، قسم مجاني تماما وقسم آخر باشتراك. قسم مجاني تماما هذا للنساء والرجال. يعني المنصة عندنا فيها فرعين للدراسة، فرع تدريس النوراني والتجويد الأساسي والتجويد المتقدم، ده ندرسه لمين؟ ندرسه للمعلمات وليس للمعلمين. ليه؟ لأن دي هتبقى كورسات، كورسات بأجر، في ناس هتقوم بتدريسها للطلاب اللي هي يدرسوها بالعربي، الناس اللي هم أصلا ما درسوش بالعربي الحاجات دي هم هيدرسوها بالعربي. في فرع تاني اللي هو تدريب معلمات ومعلمين القرآن والتجويد الأعاجم. بالنسبة للفرع الثاني ده في قسمين، قسم مجاني تماما وقسم آخر باشتراك. القسم المجاني تماما ده للنساء والرجال. طب انتوا هتقولوا انتوا المنصة بتاعتنا بقى لها سنة تقريبا أو سنة ونص، خلال السنة ونص انتوا عارفين ان كل كورساتنا باشتراك، فقلتوا هتقولوا المجاني ده ظهر ليه؟ هنقول لكم بقى ظهر ليه. ظهر بهدف أولا النفع العام، وصول العلم إلى أكبر شريحة من المستفيدين، لأن في الكورسات اللي بأجر يعني العدد فيها مش بيبقى كتير قد المجهود المبذول في الكورس، المجهود المبذول كبير، احنا عايزين ناس تستفيد منه ناس كتيرة، فالعدد يعني مش العدد الكبير قوي. حاجة تانية، تقوية القناة على اليوتيوب من خلال كثرة التفاعل. طبعا احنا لينا قناة على اليوتيوب،
بفضل الله القناة دي أنا اللي أنشأتها الحمد لله. القناة دي عشان تنجح على اليوتيوب يبقى لازم مشاهدات كتيرة، لازم يبقى فيه تفاعل من الجمهور. الجمهور ده اللي هو الناس المهتمين بالمجال، مشاهدات تكتر، اللايكات تكتر، التعليقات تكتر، القناة دي كده هتعلى، هتتصدر اليوتيوب. طب لو مش بيحصل لها كده، مع الوقت هتكون ناسيا منسيا، خلاص هتتركن كده على جنب وممكن في الآخر تندثر. ما احنا قلنا ننجح القناة وفعلا في إقبال، يعني الجروبات اللي فيها المفروض بتتعرض فيها القناة دي، الجروبات كتيرة جدا، ناس مقبلين على القسم المجاني، بس تفاعلهم بقى قليل قوي قليل قوي. احنا كنا ناويين نخلص كورس ونبدأ في كورس ونخلص في المجاني، بس التفاعل مش كتير قوي. في فئة بتتفاعل فعلا، في فئة يعني احنا حتى الآن نزلنا 2 كورس مجاني، التجويد الأساسي وبعدين نوران، وفي فئة متفاعلة في الكورسين، ونتمنى التفاعل ده يزيد. كل ما التفاعل زاد، كل ما احنا نزلنا كورسات مجانية بصورة أكبر. بالنسبة بقى للقسم اللي يكون باشتراك، هذا القسم للنساء فقط. ليه بقى؟ هتقولوا طب ليه الرجال؟ ليه الرجال لأ؟ لأنه يتميز بعدة ميزات عن المجاني. طبعا الميزات دي ملهاش علاقة بالنوع الرجال أو النساء، بس هما النساء اللي في الكورس المدفوع هما طالبين كده إن احنا نكون احنا بس. أولا في لقاء أسبوعي مباشر على الزوم بين المدربة والمتدربات، في لقاء مباشر كل أسبوع بنقابل بعض، بناخد لنا كده ساعتين بنتدرب بقى وناخد المادة العلمية كده بالراحة بهدوء، وبنقعد مع بعض طبعا شهرين، فبنبقى أصدقاء طبعا مع الوقت. يعني حتى الكورس بيخلص ما زلنا إيه يعني برضو في علاقات طيبة. يعني تسجيل كل محاضرة وإرسالها للمتدربات، كل محاضرة تخلص المفروض تسجل تتباع بقى للمتدربات يسمعوها يتدربوا عليه، وبعد ما يتدربوا المفروض في متابعة، في واجب أسبوعي المنصة بتتابع عملت الواجب ما عملتوش الواجب، طب عملتوه، طب إيه الصعوبات، طب يلا نحلها مع بعض، وهكذا طول الأسبوع. يتبعه شهادة، بعد الكورس في شهادة، شهادة بتقول إن الطالب ده درس معانا وخد تقدير إيه. كل الكلام ده فين؟ في اللي باشتراك. في المجاني بقى، المجاني فيه مادة علمية طبعا كاملة، المفروض خطة كاملة للتدريس. كل أسبوع بيبقى فيه كتاب طبعا هندرس منه، كل يوم جمعة بترسل المعلمة المحاضرة وتخبرك عن المواضيع اللي هندرس فيها، بتقولكم هندرس ايه النهاردة. كل جمعة، كل خميس بيتبعت أسئلة على المحاضرة اللي قبلها، كل أربعاء بيتم تقييم تفاعلكم، تفاعل الناس مع الكورس ده، التفاعل اللي هو ايه، في حد بيتابع بقى بيشوف الناس بتتفاعل مع الفيديوهات ولا لا، وعلى اساسه بيتم تنزيل المحاضره التاليه. في نهايه الكورس بنقيم الكورس، هل الناس فعلا كانت متفاعله، هل ده رفع القناه على اليوتيوب، وعلى اساسه بننزل الكورس اللي بعد او ما ننزلوش. طب انتوا هتقولوا طب ايه بقى الكورسات المدفوعه، يعني تاخدوا فكره عنها. هي حاليا بنبدا نكون مجموعاتها. أول كورس عندي التجويد الأساسي، تعلم قواعد التجويد الأساسية باللغة الإنجليزية اللي بتدرسها للأعاجم، ده كده الكورس الأول. كورس التجويد الأساسي الهدف منه إيه؟ الطالب طبعا أو المعلمة، لأن ده كورس بأجر، بيتعلم بقى أحكام الميم الساكنة، أحكام المادة، القلقلة، تفخيم والترخيص، طبعا كل ده بالإنجليش، وده اتاخد زيه على فكرة في الكورس المجاني. كل ده اتاخد، يعني في خطة كده، خطة موضوعة لكورس التجويد الأساسي. الطالب بيستلم كتابين، كتاب لمخارج الصفات وكتاب آخر عن أحكام التجويد الأساسية، مدته شهرين، قيمته هي 500 جنيه، هي مش 17 دولار طبعا، طبعا الدولار عالي الفترة دي، بس هم 500 جنيه، مش هنزودها مهما الدولار عالي نزل، هم 500. وفي طبعا كل كورس ليه 3 أنظمة للدفع. الكورس الثاني الكورس النوراني، الهدف من اسم الكورس كيفية تدريس النورانية للأعاجم، الفائدة منه الانتقال بالطالب العجمي من تعلم الحروف العربية إلى القراءة من المصحف من خلال مناهج القراءة، ده الهدف منه. مدته قد إيه؟ شهران ونصف، 20 ساعة تدريبية بمعدل ساعتين كل أسبوع، سعره كام؟ 500 جنيه مصري. برضه الكورس الثالث تعلم قواعد التجويد المتقدم بالإنجليزية مع التدريب العملي وتدريب المعلمة على شرحها للطلاب الأعاجم، المدة بتاعته برضه شهرين. الفايدة من الكورس ده إيه؟ شرح كامل للتجويد المتقدم باللغة الإنجليزية، وتدريب على اكتشاف الخطأ في التلاوة وتصحيحه بسهولة،
المفروض طبعا كل اسبوع المعلمه بتبعت فويس، وهم المتدربات بيبداوا يصححوا التلاوه، هي بتشوف برضو فويس، في فويسات كتيره ما بينهم، فعشان كده قلنا للنساء فقط. التدريب على عمل اختبار في القاعده، اي قاعده بتاخدوها، اي قاعده تريد متقدم بتاخدوها، بندربكم ازاي تعملوا فيها اختبار، وسعره برضو 500 جنيه مصري، بالنسبة لغير المصريين 17 دولار. ما سمعنا 17، هي أرقام محدودة. ماشي. الكورس اللي بعد كده كورس الزوم، الفايدة منه هي احتراف برنامج الزوم، معرفة خبايا، توجد مهام أسبوعية تتابعها المعلمة مع المتدربات، كل محاضرة تسجل وترسل للمتدربات، ده مدته 4 ساعات موزعة على 4 محاضرات، شهر، مدته شهر، بندرس الزوم في شهر. قيمته كام؟ 300 جنيه مصري، 300 جنيه مصري. بعد كده عندنا كورس الباوربوينت، ده الهدف منه طبعا اسم الكورس على برنامج الباوربوينت واستخدامه في حصة القرآن والتجويد. الهدف منه جعل الحصة تفاعلية من خلال الرسومات والألوان والحركات، مدته 8 أسابيع، في أسبوعين هدية لتصميم الألعاب، وهو شهرين، قيمته 450 جنيه مصري. أبشر، وفي بقى بشرة حلوة جاية، دي كده الكورسات بتاعتنا، واللي عايز يشترك بيتواصل مع رقم إدارة المنصة، إدارة المنصة هتلاقوه في صندوق الوصف. خطتنا القادمة في المنصة، سنبدأ في تنزيل جزء عامة تفسير باللغة الإنجليزية لمن يرغب في تعليم الإسلام. الخطة الجاية بقى إن شاء الله، وهي مش جاية، هي خطة أصلا اتنفذت، الحمد لله نزلنا تفسير أول 10 آيات، أنا نزلت تفسير أول 10 آيات في جزء عامة، وإن شاء الله سأكمل تنزيل باقي الجزء كل أسبوع، يعني أنا كنت أتمنى يكون كل يوم، بس على حسب بقى الإعداد. إن شاء الله هننزل فين؟ طب هتقولوا ده كورس مجاني ولا مدفوع؟ ده مش كورس، دي حاجة إحنا بنعملها، بننزل تفسير جزء عامة، ربنا ييسر إن شاء الله نخلص جزء عامة ندخل جزء تبارك. فإن شاء الله التفسير ده مستمر بإذن الله، وبرده الفيديوهات بتنزل على القناة، وهتنزل على التليجرام، وهتنزل على هتنزل برده على جروب الواتس. المنصة ليها تقريبا 8 جروبات واتساب، ليه 8؟ لأن احنا كنا عملنا 8 دورات مجانية قبل كده للمبتدئين في تعلم المجال، والجروب الثامن احنا خليناه للكورسات المجانية، يعني خلصنا كورس التجويد الأساسي، بعدين بدأنا في كورس التجويد النوراني، ولو في كورس تالت هنقول. في أي أسئلة عندكم؟ لو عندكم أي صورة من صور يعني الكورسات تبقى إزاي؟ هو أكيد في شكلين فقط، في مجاني وفي بأجر، فما فيش شكل تالت. الشكل التالت ده لو حد عنده اقتراح لشكل تالت يقول لنا عليه، احنا ما فيش مشكلة، عادي ممكن ننفذه، بس معظم الناس تبقى متفاعلة ومتجاوبة، وهكذا يبقى في نتيجة، ومش شرط النتيجة تبقى نتيجة مادية، في نتيجة معنوية. احنا كده الحمد لله خلاص خلصنا، قلنا يا ريت بقى كل يتفرج على الفيديو وحاسس انه استفاد، لا ينسى الاشتراك والاعجاب والتعليق. شكرا لكم على المشاهدة، وان شاء الله كل الاستفسارات بتاعتكم نجاوبكم عليها كده بإذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، نختم بدعاء ختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع الله بي وبكم.